GSM Medical Education، هنا نجعل الطب سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بلال حسيمي فريق GSM Medical Education. موضوعنا اليوم هو عن التكوين الجنيني للجهاز التنفسي. طبعا ذكرنا سابقا كيف تتكون البيضة المخصبة بعد تخصيب البيضة بواسطة النطفة، وتمر البيضة المخصبة بعدة خطوات وعمليات تجري عليها إلى أن نوصل إلى مرحلة تكوين القرص الجنيني أو الإمبريونيك ديسك، اللي يتكون من 3 طبقات من الخلايا: طبقة سطحية تدعى بالإكتوديرم واللي تكون نسيج الجلد والنسيج العصبي، الطبقة الداخلية تدعى بالإندوديرم ومسؤولة عن تكوين بطانة الأعضاء وبطانة جوف الجسم، وأيضا تشارك في عملية تكوين الغدد، الطبقة الوسطى واللي تدعى بالميزوديرم. الميزوديرم تحتوي على 3 مناطق، هي البراكسيال ميزوديرم والإنترميديت ميزوديرم واللاترال ميزوديرم القريبة إلى المحور الطولي للجنين، والانترميديت ميزوديرم هي الوسطى، واللاترال اللي هي تكون طرفية. اللاترال ميزوديرم تحتوي على ذراعين: العلوي يسمى بالسوماتيك ميزوديرم، والسفلي يسمى بالسبلانكنيك ميزوديرم. طبعا يتكون بداية تبدي تتكون الرئة من الريسبيراتوري دايفرتيكولوم أو تكيس أو حويصلة الرئة. هذه المنطقة وهذه العملية تجري على إيجات تيوب أو أنبوب المعي. هذه المنطقة هي في منطقة الصدر، ويكون هو هذا الجزء الأول من اللي هو يدعى بالفرقط أو بالمعي الأمامي. يحصل انشطار وانفصال من الجهة السفلية لأنبوب المعي، ويكون للأسفل عفوا للخلف يكون المريء، وللأمام يكون القصبة الهوائية أو أنبوب الرغامي أو التراخية أو التراكية. بداية هو يتكون الريسبيراتوري دايفرتيكولوم، الجزء العلوي يكون أنبوب الرغامي أو القصبة الهوائية، وللأسفل من عنده يتكون الريسبيراتوري دايفرتيكولوم أو حويصلة أو تكيس التنفسي أو تكيس الرئة. هذه العملية طبعا تبدأ بالأسبوع الرابع من عمر الجنين، وعملية الانفصال التام إلى للفورغات أو للمع الأمامي تكون باليوم 25 كاملة. اليوم 25 من عمر الجنين تكون هذه العملية كاملة، ويكون مفصول التراخية أو القصبة الهوائية عن المريء. بعدين أو لاحقا هذا الريسبيراتور دايفرتيكولوم، هذه الريسبيراتور دايفرتيكولوم تتجزأ وتتبرعم إلى برعمين، هما اللانج باتس أو براعم الرئة. هذه البراعم طبعا اللي حفزها او حتتحفز وتنمو تعتمد على الريتينويك اسيد او حمض الريتينويك. حمض الريتينويك طبعا يجي من منطقة الميزوديرم المحيطة بهذه المنطقة تكون، وهو يكون ناتج من فيتامين اي، مسؤول عن النمو والتطور والديفلوبمنت اللي يصير في جميع اجزاء الجسم في حالة الجنين. طبعا أجزاء الرئة تيجي من مصدرين مختلفين. المصدر الأول هو الإندوديرم التابع للأنبوب المعي، اللي يكون بهذه الحالة يكون الجزء الداخلي أو بطانة القصبات الهوائية وبطانة الرئة يعني تجاويفها أو الخلايا الإبيثيليوم الموجودة في داخل الرئة. احنا ذكرنا انه اي خلية او اي نسيج يبطن تجاويف الجسم يكون مصدره الطبقة الثالثة او الطبقة الداخلية للقرص الجنيني، واللي هي الاندوديرم. هذه شغلة. الشغلة الثانية من السبلانكيك ميزوديرم اللي يحيط بالاندوديرم، يتكون الغضاريف اللي تكون القصبة الهوائية والقصيبات الهوائية والتشعبات الهوائية، وايضا العضلات الموجودة بالقصبة الهوائية وبقية الانسجة الموجودة بالقصبات الهوائية وبالرئة بصورة عامة. إذن مصدرين مختلفين للرئة هما الإندوديرم التابع للأنبوب المعي، وقلنا يكون بطانة القصبات الهوائية وبطانة الرئة، لأن هو يكون الإبيثيليال سيلز،
والجزء الثاني أو المصدر الثاني هو السبلانكنيك ميزوديرم المسؤول عن تكوين الغضاريف والعضلات وبقية الأنسجة الموجودة بالقصبات الهوائية وأيضا موجودة بالرئة. بعد ما تكون برعومين براعم الرئة يستمرون بالنمو يكونون البرونخيال بادز اللي هي براعم القصبات الهوائية. تبدي هذه العملية ويستمرن بالنمو ويبدأ ينغرسون بالميزوديرم المحيط عفوا بهم للداخل موجود الاندوديرم، فمن ينمو ينغرس في داخل الميزوديرم الموجود للخارج من الطبقة الوسطى. وذكرنا أن هذه العملية اللي سيطر عليها هو حمض الريتينويك اللي ينفرز من طبقة الميزوديرم. تستمر عملية النمو للقصيبات الهوائية وتبدي تتشعب، وكل فترة تتكون نهاية الأمر تكون قناتين رئيسيتين أو أنبوبين هوائيين رئيسيين هما الليفت مين برونخوس والرايت مين برونخوس، يكون أصلهم هو البرونخيال باتس. الرايت مين برونخوس من ينمو يكون ثلاث أقسام أو ثلاث قصيبات هوائية أصغر من الرئيسي على الجهة اليمنى، وهذا السبب. وبعدين راح تنمو هذه القصبات الهوائية وتكون حولها ثلاث فصوص، لذلك الرئة اليمنى تحتوي على ثلاث فصوص. أما على الجهة اليسرى في الليفت مين برونخوس يستمر بالنمو ويكون قناتين هوائيين أو أنبوبين هوائيين أو شعيبتين هوائيتين أصغر من المين أو من الرئيسي، وذلك من ينمو الميزوديرم حوله يكون فصين. لذلك تكون الجهة اليسرى أو الرئة اليسرى تكون ذات فصين والجهة اليمنى تكون ذات ثلاث فصوص. طبعا بعد ما تستمر البرونخيال باتس أو هذه القصيبات الهوائية بالنمو حولها تكون منطقة تدعى بالبيريكارديو بيريتونيال كانال. شنو معناه؟ بيري هي جانبي أو للجانب، كارديو ترمز أو هي ريفلكشن للقلب، البيريتونيال اللي هي تجويف البطن. بهذه الحالة بعد الديافرام أو الحجاب الحاجز بعد ما في دورة تكون، لذلك هذه المنطقة كلها تدعى بالجانبية للبيريكارديو بيريتونيال كانال. هذه المنطقة راح يتكون القلب في الوسط، الأسفل من تتكون منطقة تجويف البطن. يستمر نمو القصيبات الهوائية ويملي هذه المنطقة وتتلاشى تدريجيا، لذلك هذه المنطقة مجرد مرحلة انتقالية تكون فارغة، ولكن أثناء نمو الرئة ونمو القصبات الهوائية تتلاشى وتملي هذا الحيز. يحيط ويغطي النسيج الرئة ويكون فيه تماس معه هي الفيزيرال بلورا أو غشاء الجنب. هذه الفيزيرال بلورا يكون مصدرها جاي من السبلانكنيك ميزوجان، واللي تبطن تجويف الصدر هي تكون جاية من السوماتيك ميزو جانب. لازم نعرف هذه، لأن أثناء نمو الرئة بعد تستمر طبعا الرئة بالنمو على أقسام وأيام معينة، فمن تستمر بالنمو هذه الفيزيرال بلورا اللي أصلها هو السبلانكنيك ميزو جانب تستمر وتكون في تماس أو في قرب، يعني ما تكون في تماس تام ولكن قريبة من البلورا أو الباريتال بلورا اللي هي مصدرها السوماتيك ميزو جام. طبعا البلورا أو الباريتال بلورا تحتوي على أقسام متعددة اعتمادا على موقعها التشريحي أو الأناتومي. مثلا الميديستينال بلورا اللي هي تكون جهة الميديستينو أو للوسط اللي عظم القص، الديافراماتيك اللي تكون قريب على الديافرام، والكوستال اللي تكون عفوا تبطن او تغلف الاعضاء، والسيرفيكال اللي تكون قريبه من المنطقه العنقيه. بين الفيزرال بلورا اللي يكون مصدرها السبلانكنيك ميزوجين وبين البارتال بلورا اللي يكون مصدرها السوماتيك ميزوجين، بيناتهم هذه المنطقه تدعى بالبلورال كافيتي. هذه المنطقة
تحتوي على مثل سائل مسؤول عن ترطيب الأغشية، فخلال التنفس الرائع عندما تمتلئ بالهواء ويخرج الهواء منه يعني تتمدد بسبب الشنكينج أو تقلص بسيط، بيمنع عملية الفراكشن أو عملية الخشونة تصير أو الاحتكاك اللي يصير في هذه المنطقة. وأيضا هذه المنطقة اللي هي البلورال كافيتي عفوا مهم تكون مهمة جدا في حالة التشخيص إذا كان بها سائل أو إذا كان أكو ثقب بالرئة وهواء والعديد من الحالات المرضية. العملية اللي تتكون من يمح الرئة أو تتكون خلالها الرئة تتقسم إلى 5 مراحل معينة. كل مرحلة من هذه المراحل يحدث تغير معين، وهذه المراحل تكون مقسمة على أجزاء وأيام وأسابيع وأيضا أشهر من عمر الجنين وخلال فترة تكوينه. هذه المراحل اللي هي 5 مراحل: الإمبريونيك الجنينية، الإبسيدو جلاندولار، والكاناليكيولار، الساكولار، والإلفيولار. الإمبريونيك ستيج أو مرحلة التكوين للرئة في فترة الجنين، بهذه مجرد يكون تبرعم البرونخيال بات وتبدي تكون البرونخيال بات والريسبيراتور دايفرتيكولوم، وهي بداية هذه المرحلة بتكون من عملية انفصال التراخية القصبة الهوائية أو التراكية من الإيزوفاجوس أو من المريء. إذا صار خطأ أو خلل جنيني في هذه المرحلة وانفصلت بصورة تامة، تحدث حالة مرضية تدعى بالتراخيا إيزوفاجيال فيستولا، وراح نناقشها بالسلايد القادم إن شاء الله. المرحلة الثانية اللي هي بسيدو جلاندولار ستيج، بهذه المرحلة تستمر التفرعات القصبات الهوائية، وتبدي بهذه المرحلة يتكون شبكة من الأوعية الدموية البسيطة، تكون بدائية بالنمو، تكون استفادة تبدي بالنمو حول هذه القصيبات، ولكن أي عملية تنفس ما تحدث بهذه الفترة. الكاناليكيولار ستيج، بهذه الفترة تستمر عملية تكوين شبكة الأوعية الدموية حول القصيبات الهوائية، وأيضا تبدي تصير فتحات، وأيضا في هذه المرحلة أكو تيرمينال برونخيوس أو هي القصيبات الهوائية النهائية. بعدها في بداية مرحلة الكانيلكيولار تتحول هذه نهاية القصيبات الهوائية إلى الريسبيريتوري برونخيوس، تكون هذه البرونخيوس وهذه القصيبات أيضا تشارك ممكن في عملية التنفس نوعا ما. وأيضا في هذه المرحلة، مرحلة الكانيلكيولار، تبدأ عملية تكوين خلايا الرئة، وأيضا بالأسبوع 25 من هذه المرحلة من مرحلة الكانيلكيولار يبدأ السرفكتنت بالتكوين، اللي هي تكون المادة المسؤولة التحافظ على التنجن أو الشد السطحي للألفيولار كاس أو للكيس التنفسي الموجود بداخل الرئة. أيضا حنناقش السرفكتنت شو يتكون إن شاء الله بالجزئية القادمة. الساكولار ستيج، بهذه المرحلة تبدي الريسبيراتوري برونخوس أو القصيبات الهوائية اللي يحدث من خلال التنفس، تبدي تكون مثل الأوت بوتشنج أو تبدي تكون مثل التكيسات أو الأكياس الصغيرة، وأيضا تستمر وممكن يحدث التنفس بهذه الفترة. مرحلة الألفيولار، طبعا الساكولار ستيج تستمر من أسبوع 27 و36 وممكن تستمر إلى أن يولد الطفل. الألفيولار ستيج هذه المرحلة اللي تكون بها الألفيولاي اللي هي الوحدة الرئيسية أو الوحدة الوظيفية للرئة عفوا، بهذه المرحلة تستمر طبعا من بعد ولادة الطفل إلى عمر ليس فقط السنتين وإنما ال8 سنوات اللي هي البوست ناتال بيريود. بهذه المرحلة تبدأ تتكون التكيسات العنقودية للرئة اللي من خلالها تتكون الريسبيراتوري ساكس أو أكياس الهواء في داخل الرئة. طبعا ينولد الطفل وهو عدد ضئيل من هذه التكيسات، ولكن في هذه الفترة من فترة ولادته إلى عمر 8 سنوات تتكون وتكبر وتزداد بالعدد أيضا هذه التكيسات الهوائية. في داخل الرحم، رحم الأم الحامل، التنفس يحدث عن طريق استنشاق الطفل للسائل اللي يحيط به الأمنيوتك فلويد، السائل السلوي،
ممكن يصير تبادل الغازات بين الغازات المحتوية الموجودة بالسائل وأيضا نسيج الرئة، ولذلك يكون الشد جدا عالي على البلاد فيزلز أو الأوعية الدموية في داخل الكيس الهوائي. لكن بعد الولادة هذا السائل يستبدل بالهواء، وتكون كثافة الهواء أقل من كثافة السائل أو كثافة الماء اللي يحيط بالطفل، لذلك يكون الشد على الأوعية الدموية أبسط. لذلك تكون عملية استبدال الغازات بين الهواء داخل الرئة والوعاء الدموي تكون طريقة أسهل، لأن الشد السطحي قليل بسبب قلة كثافة الهواء. إذا ذكرنا أنه عملية تكون الرئة تكون على 5 مراحل منفصلة أو مستمرة، واحدة متصلة باللخ أو الأخرى هي الإمبريونيك، البسيدو جلاندولار، الكاناليكيولار، الساكولار والإلفيولار. الإمبريونيك تستمر من أسبوع 4 إلى أسبوع 7، البسيدو جلاندولار تستمر من أسبوع 7 أو 6 إلى أسبوع 16 أو 17، الكاناليكيولار تستمر من أسبوع 16 إلى 26 أو 17 إلى 26، الساكولار تستمر من أسبوع 26 أو 27 إلى ولادة الطفل، وأيضا الفيولار ستيج تستمر من ولادة الطفل إلى عمر 8 سنوات. ذكرنا حالة مرضية ممكن تنتج إذا حصل خطأ في عملية انفصال المريء عن القصبة الهوائية، وهي التراخيو إيزوفيجيال فيستولا. طبعا الفستولة اللي هي الناسور، التراخيو ترمز للقصبة الهوائية التراخيال أو التراكيا، والإيزوفاجيال ترمز للإيزوفاجوس. هذه العملية إذا حدثت وحدث خطأ وصارت فتحة وتولد ناسور بين المريء والقصبة الهوائية، ممكن الحالة تكون خطرة، لذلك هي ممكن تمر السوائل من فم الطفل أو الطفل من فم الرضيع إلى الجهاز التنفسي، ممكن تسبب التهاب وأعراض أخرى جانبية أو مرضية. طبعا التشوهات الخلقية تكون ترافق تكوين الرئة وتكوين القصبات الهوائية هي البلمونري هايبوبلاجيا. طبعا البلمونري ترمز هي للجهاز التنفسي أو أعضاء أو أجزاء الجهاز التنفسي، أما الهايبوبلاجيا فهي معناها أن النسيج أو العضو يكون غير مكتمل النمو أو تحت طور التكوين. فعادة هو يكون النسيج أو العضو غير مكتمل النمو وغير ناضج أو متكون بصورة كافية أو صورة تامة. طبعا حالة البلمونري هايبوبلاجيا هي تنتج من انه البرونخيال تري تكون متكونة بصورة ضعيفة غير مكتملة النمو بصورة طبيعية حتى تنغرس وتكون نسيج الرئة، لذلك يكون الأمر مرتبط بالقصبات الهوائية ومرتبط أيضا بنسيج الرئة، ولكن المصدر الرئيسي اللي هو يكون بول ديفلوبد برونخيال تري، لأنه شجرة القصبات الهوائية تكون ضعيفة وغير متكونة بصورة جيدة، لذلك أيضا النسيج الرئي اللي يتكون يكون ضعيف وغير جيد. طبعا هذه الحالة هي دائما تكون على الجهة اليمنى، ولكن مثلا لاحظوا هذه الصورة هي ممكن تكون على الجهة اليسرى أو ممكن تكون على الجانبين. مثل ما لاحظوا في هذه الصورة أن يكون نسيج الرئة أو الرئة مكتملة النمو موجودة، ولكن حجمها جدا صغير فتكون غير كافية إلى توفير الدور الوظيفي بصورة تامة، أو يكون جزء من الرئة غير متكون إطلاقا وجزء ثاني يكون متكون. عادة ما يكون مرتبط مع الديافراغماتيك هيرنية أو الفتق اللي يتكون بالحجاب الحاجز، أيضا تكون مرتبطة مع البايلاترال رينال أجينيسيس، أو هي العملية اللي من خلالها تكون الكليتين غير متكونة بالجنين على كلا الجانبين. ذكرنا في حالة بوتر سيكونس سيندروم اللي هي الحالة المرضية اللي بسببها تكون الكلية غير فعالة، ما ينطرح بول، البول عفوا يطرح الطفل، لذلك فيكون أيضا نقصان في كمية السائل اللي يحيط بالجنين، الطفل لازم يستنشق السائل اللي موجود حوله اللي يحيط به واللي يغطي حتى يحفز نسيج الرئة على النمو. ولكن في حالة بوتر سيكونس سيندروم بهذه المتلازمة يكون أكو نقصان بالسائل اللي يحيط بالطفل، فالطفل يستنشق كمية سائل أقل، فالتحفيز اللي يصير للرئة يكون بطريقة أقل. مثل ما ذكرنا يا أما تكون الرئة غير متكونة بصورة تامة أو جزء منها غير متكون، أو يا أما تكون الرئة أو رئتين متكونات ولكن حجمهم جدا صغير غير قادر على تأدية الوظيفة بصورة طبيعية، وتكون أيضا مرتبطة مع الديافراغماتيك هيرنيا. التشوه الخلق الثاني اللي هو البرونخوجينيك سيست، طبعا هو عبارة عن كيس أو بالأحرى هي أكثر من كيس تظهر حول القصبات الهوائية.
طبعا برونخوجينيك ترمز انه مصدرها هو من البرونخوس. السبب الرئيسي اللي هو يكون تبرعم غير طبيعي من الفرقة او من المعي الامامي، من ينفصل حتى يكون التراخيا ويكون الايزوفاغوس او المريء والقصبة الهوائية. فهذا يؤدي انه التيرمينال واللارج برونخي تتوسع وتصير كبيرة. هذا التوسع مع الابنورمال بودينج يسوي هذا الكيس. طبعا يكون بعدة أماكن مختلفة، ممكن يكون انترابلمونري داخل الرئة، ممكن يكون بيري هيلر قرب منطقة الهيليوم اللي يدخل من القصبات الهوائية والأوعية الدموية، أو ممكن يكون سب كارينال الكارينا اللي هي المنطقة اللي تفصل بها القصبة الهوائية إلى برايمري ليفت برونخوس أند برايمري رايت برونخوس. ممكن يكون باراتراخيال مجاور للقصبة الهوائية أو الأنبوب الرغام. طبعا يكون واضح دائري، العلامات مالته جدا تكون واضحة على صورة الأشعة السينية. ولكن بهذه الصور مستخدم أشعة سينية، مستخدم الجزء المطور من الأشعة السينية اللي هو السي تي سكان. مثل ما نلاحظ أن تظهر هذه المنطقة سوداء، لأن هذا الكيس يكون عادة فارغ بصورة طبيعية، يا إما يكون مجوف محتوى على الهواء. ولكن إذا حصل التهاب بهذا الكيس ممكن تنتج سوائل وأفرازات بسبب الالتهاب، لذلك يكون دائما مرتبط مع الكرونيك انفكشنز أو الالتهابات أو الانفكشنز أو الإصابات عفوا الطويلة في الأمد أو تستمر فترة طويلة، لأن كل الدرينج إليه هو ضعيف. إذا برونخوجينيك سيست يكون بسبب abnormal budding من المعي الأمامي، تبرعم غير طبيعي من المعي الأمامي، وأيضا بسبب توسع نهاية البرونخوس التيرمينال برونخوس فيكون كيس. هذا الكيس ممكن يكون بأكثر من مكان، يكون جدا واضح سكريت وبصورة دائرية، مثل ما وضح بصورة السي تي سكان أو تصوير الأشعة السينية، مثل ما وضح بهذه الصورتين بصورة صورة السي تي سكان. يكون الدرينج إلى جدا ضعيف وما يصير لإزالة للسوائل والمكونات داخله، لذلك يكون مرتبط مع الالتهابات المزمنة. وصلت وياكم نهاية هذه الجزئية، أتمنى كانت سهلة وبسيطة عليكم. أي سؤال أو استفسار أرسلنا على وسائل التواصل الخاصة بالموقع أو على وسائل التواصل الخاصة بي. شكرا لكم.